اقتحامات متتالية نفذتها مؤخرا قوات النظام مدعومة بالميليشيات الشيعية على النقاط التي يسيطر عليها الثوار في قرية الملاح الاستراتيجية، جميعها باءت بالفشل وأدت لمقتل العديد من عناصر النظام قبل انسحابهم من محاولة الوصول إلى نقاط متقدمة تسهل له حصار مدينة حلب في ظل تقدم الثوار على عدة جبهات أهمها البريج والمناشر في ريف حلب الشمالي. بحاول النظام يتقدم بمنطقة الملاح عشان يخفف الضغط عنا في البريد والمياسات، لأنه بخسر مني خسائر كبيرة، وبيحاول يحاصر حلب، وصار حاول مرتين ثلاثة والحمد لله شباب واقفين في وجهه، والوضع كثير كويس، وكبدناه من يومين ثلاثة خسائر، في صار في عنده انشقاقات، صار في عنده خسائر في معدات، في أرواح عنده في العسكري اللي عنده. ضغط الثوار على النظام في جبهات حلب جعله يفكر بالهجوم من جديد، آملاً الدفاع عن مواقعه بالهجوم العكسي، حيث تشهد جبهة الملاح انشقاقات متتالية لعناصر النظام. يعني مكبد النظام خسائر كبيرة الحمد لله، وبالفترة يعني الفترة القريبة حدثت انشقاقات، عنده انشقاقات كبيرة، ومبارحة انشقوا اثنين، ويعني هو السبب انشقاقهم وهروبهم من جيش النظام. الأفغان والإيرانيين يحطوهم في الخطوط المقدمة يدفشوهم، يعني يقتلوهم، وهن صاروا يخافوا من هالشيء، والأفغان في الخطوط الثانية، يعني هو كل فضل الله الحمد لله. الحلبيون بدورهم يترقبون المعارك بحذر شديد هنا، وخصوصا في هذه الجبهة، آملين بانتصار يحققه الثوار بعد اندماجهم في قوة موحدة كانت من المفترض أن تعيد لهم حلب لبر الأمان. محاولات عديدة لقوات الأسد باءت بالفشل للسيطرة على بلدة أضحت هي الأهم والأخطر في مدينة حلب وريفها. خالد أبو المجد لأورينت نيوز، قرية الملاح في ريف حلب.